السلام عليكم المشاهدين الاعزاء والمشاهدات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الصراحه توحشت هاد الجلسه معكم وتوحشت هاد الحديث معكم. كنشكركم جميعا وكنرحب بكم جميعا، وكنقول لاي واحد اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول له مرحبا والف مرحبا، اشترك معايا في القناه وفعل الجرس طبعا باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله يا رب العالمين بكم المتتبعين الاعزاء غادي نزيد القدام، لان التعليقات ديالكم وكتعطيونا من وقتكم الله يرحم لكم الوالدين كيشجعنا اننا نعطيو ونزيد ونعطيو، مع انني درت واحد الغيبه وبزاف اللي كيسولني، يعني غادي ندير واحد الفيديو خاص على هاد الغيبه. هاد النهار جيتكم بواحد الفيديو باش نهضروا شويه على الامتحانات اللي باقيه بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي اللي كنقولوا له الموحد الاقليمي، بما اننا مقبلين عليه وكان يعني واحد التغيير في التاريخ ديالو. النهار الاول كانوا دايرين حنا كنا مولفين، يعني كان الامتحان ديال السادس الموحد الاقليمي ديال السادس كان كيدار ما بين 20 و24 في شهر 6 يعني يونيو، ولكن هذا العام نظرا للظروف اللي كانت وقعت والتأخير اللي كان وقع في مجال التعليم، يعني قررت الوزارة أنها تأخر شوية هذا العام الامتحانات ككل، يعني الامتحانات الإشهادية كاملة أخرتها شوية على التوقيت ديالها، بما فيهم المستوى ديال السادس اللي ان شاء الله غادي يدوزوا الاسبوع المقبل. كما قلت في النهار الاول كانوا داروا لهم في 1/7 وجات واحد مذكره واحده اخرى اللي لغات هذاك التاريخ وجددات لينا واحد التاريخ اخر، واحد التاريخ اخر اللي هو رسمي ان شاء الله يا رب العالمين، والله يسهل على جميع وليدات المسلمين ان شاء الله وبالتوفيق للجميع يا رب العالمين. بما انه دابا ان شاء الله نهار 1 و2 غادي يدوزوا اصحاب الثالثه اعدادي يعني المستوى التاسع، الله يوفقهم يا رب العالمين. هما عندهم يومان، يعني عندهم نهار 1 ونهار 2 ان شاء الله بالتوفيق لجميع وليدات المسلمين. اما المستوى اللي جيت نهضر عليه هو المستوى السادس ابتدائي، ان شاء الله غادي يدوزوا نهار 4 يوليوز، ها هو التاريخ كما كتشوفوا معايا في المذكره الرسميه اللي جات من المديريه الاقليميه لجميع المدارس سواء العموميه ولا الخصوصيه، اللي فيها التاريخ ان شاء الله نهار 4 يوليوز 2024. وبالنسبة للمستوى السادس عندهم غير نهار 1، لأنه ما كيمتحنوش في جميع المواد، ما كيتمتحنوش في جميع المواد اللي كيقراو، لأنهم بحكم كاينين بعض الآباء والأمهات اللي كانوا ديجا عندهم وليداتهم كانوا كيقراو يعني دوزوا المستوى السادس، ولكن كاين شي آباء وأمهات اللي أول مرة وليداتهم يعني غادي يدوزوا الامتحان الاول عندهم، وان شاء الله بالتوفيق لجميع المسلمين وبالتوفيق لجميع وليداتنا ان شاء الله كاملين، راهم وليداتنا كنحسبوهم بحال وليداتنا ان شاء الله يا ربي، الله يوفقهم والله يسهل عليهم. وما تخافوش وليداتي، حاولوا الاباء والامهات يعني يطمنوا شويه وليداتهم ويساعدوهم، راه النفسيه كتلعب الدور اكثر من يعني داك الحفاظه، واخا التلميذ كيكون حافظ وكيكون ضابط ولكن كتجي شويه الخوف وشويه بحكم انها التجربه الاولى اللي غادي يدوز شي حاجه سميتها موحد. الموحد كيخلع منين كنسمعوا الامتحان الموحد، لانه كيتجمعوا فيه الدروس من بدايه السنه الى نهايه السنه، الدروس كاملين اللي خاص التلميذ يحفظهم ويضبطهم كاملين. وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع كما كنقولها، ونعاود نطلب معاهم وندعي معاهم وندعيو معاهم كاملين، الله يوفقهم والله يصلحهم ان شاء الله يا رب العالمين. كما قلت الانسان يعني اللي عنده وليداتو غادي يدوزو دابا امتحان ديال السادس بحكم انها التجربه الاولى، اما اللي عنده التاسعه راه كان ديجا دوز داك المرحله، يعني دابا راه عارف الحمد لله. ولكن اللي اول مره بالنسبه للسادس كتجيهم شويه مساكن ديال الخلعه بحكم التجربه، حتى حنايا راه انا ملي دوزت السادس
حتى انا جاتني الخلعه وشي حاجه سميتها الموحد كنخافوا منها، يعني داكشي عادي راه كيوقع لكلشي، ولكن خاص شويه الانسان يلعب شويه على ديك النفسيه ديال التلميذ، النفسيه ديال الطفل. راه واخا كيكون مثلا الطفل عنده 12 ولا 13، ما بين 11 و 13 سنه، ولكن كنقولوا كبر، ولكن لا باقي راه مازال عنده ديك الروح ديال الطفل، مازال هو طفل في الاصل، مازال عاد خايف، مازال عاد خاصه شويه ديال الدعم النفسي اكثر من الدعم ديال القرايه. وان شاء الله كما قلت ان شاء الله ربي راه غادي يسهل على الجميع، وكيجي ان شاء الله الموحد ساهل، ما تخافوش اوليداتي ربي يسهل عليكم، ولكن ديروا شويه المجهود، يعني الانسان يدير اللي عليه ويجتهد وربي كيكمل وكيوفق ان شاء الله. كما قلت لكم الاخوان والاخوات ديالي، ها هما، اول استعمال الزمان عندهم ثلاثه ديال المواد، اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه، كيجمعوا في ورقه واحده، يعني ملي كيفرقوا عليهم امتحان كيعطيوهم ديال اللغه العربيه مجموعه مع التربيه الاسلاميه، والمده اللي كيدوزوا فيها الامتحان هي ساعه ونصف، وان شاء الله غادي يبداو من 8 ونص حتى ل 10. حاولوا ما امكن الاباء والامهات انكم داك النهار ديال الامتحان تفيقوا وليداتكم شويه بكري باش ياخذوا يعني الوقت ديالهم الكافي ويفطروا في الدار ويمشيو، راه على الاقل خاصهم يمشيو نص ساعه قبل ابتداء الامتحان، يعني ضروري ما تخليوهمش حتى لاخر لحظه، لانه اي مدرسه ومدرسه راه كيمشي عندها يعني واحد مسؤول على الامتحانات اللي كيجي لنا من المديريه الاقليميه، ما يسمى بالنيابه اللي كنا كنعرفوا حنايا، النيابه ديال الاقليم هي اللي كتصيفط عنده واحد المفتش كيكون مسؤول على الامتحان، هو اللي كيدي داك الاوراق ديال الامتحان، يعني معاه كتكون على المسؤوليه ديالو، وهو اللي كيسجل الحضور، يعني قبل كيسجل الحضور ديال التلامذ، المؤسسه كتعطيه لا ليست اولا من النيابه. دابا ما صار راه عندهم في النيابه كيجيب معاه لا ليست ديال التلامذ، اللائحه ديال التلامذ، كيسجل الحضور وكيسجل الغياب ولا كان شي حاجه، يعني الانسان ماذا به انه يصيفط ولده ولا بنته على الاقل نص ساعه قبل بدايه الامتحان، باش كيشد الرقم ديالو وكيشد بلاصتو يعني وكيرتاح شويه، ماشي كيمشي كيسبق كيجري وعادي يوصل يعني الوقت كيداركو. المهم كما قلت لكم الماده الاولى فيها ساعه ونصف اللي فيها اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه بجوج بهم، يعني كيتحسبوا ماده واحده، وعندهم ماشي كيتحسبوا ماده واحده، هما جوج مواد ولكن كيتعطاو اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه المده ديال الانجاز ديالهم ساعه ونصف، كيتعطاو في وقت واحد. ومن بعد كتجي ماده الرياضيات اللي حتى هي فيها ساعة ونصف المدة ديال الإنجاز، ومن بعد كتجي اللغة الفرنسية اللي حتى هي كذلك كتجي فيها ساعة ونصف، يعني الامتحان غادي يكون في هاد ثلاثة المواد الأساسية اللي كنسميهم حنايا مواد أساسية اللي كيقراهم التلميذ يوميا صباح وعشية، كتكون عنده ضروري العربية، اللغة العربية والرياضيات والفرنسية ضروري كيقراهم في النهار. أما المواد الأخرين بالنسبة للاجتماعيات، بالنسبة للنشاط العلمي، بالنسبة داكشي راه ما كيكونش يومي عليها، راه ما كيكونش فيها الموحد، يعني هادو كيخففوا شوية على التلميذ ديال المستوى السادس، بحكم أنه أول امتحان موحد كيدوزو التلميذ. ايوا هنايا يعني قلنا لكم هذا الشيء اللي كاين في المذكره، والمذكره الحمد لله دابا راه جات صريحه، لانها من قبل راه شحال ديال التواريخ اللي كانوا الناس كيقولوا لك لا نهار ثلاثه، نهار هادي، نهار جوج، نهار، ولكن المذكره ها هي جات صريحه راها نهار 4 يوليو، يعني نهار الخميس ان شاء الله يا رب العالمين، وبالتوفيق لجميع التلاميذ ديالنا، لا اللي غادي يدوزوا المستوى السادس، لا اللي غادي يدوزوا المستوى الثاني في اعدادي اللي هو التاسعة، لا اللي دوزوا من قبل راه عندهم الدورات الاستدراكيه، الله يسهل عليهم ان شاء الله يا رب العالمين، واللي نجحوا بالنسبه لصحاب الباك اللي نجحوا مبروك عليهم والف مبروك، الحمد لله هذا العام يعني كانت النسبه ديال النجاح
زوينه ومزيانه الحمد لله، والله يسهل على جميع المسلمين. يعني هذا الشيء هذا هو المضمون ديال الفيديو ديال هذا النهار. هنايا غادي نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. يلا كونوا معايا في الموعد، والله يرزقنا ويرزقكم جنه الفردوس الاعلى ان شاء الله.